اهلا 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 اهلا، ازاي الحال؟ يا رب تكون كل حاجه بخير وزي الفل، وثقوا في انه كل حاجه فعلا هتبقى زي الفل وزياده حبتين، ويمكن ابعد بكتير كمان ايجابيا من توقعات اي حد على الاطلاق. يعني لما هتيجي تشوف اللي بيحصل خلال الكام يوم اللي فاتوا في بلدنا، وتشوف الكلام حول السياحة في مصر بقت ماشية عاملة ازاي، لما تيجي تشوف الأوضاع بقت ماشية عاملة ازاي، القوة السياسية المصرية التي لا زالت مستمرة في تنامي وفي صعود، الدنيا حلوة وجميلة وزي الفل. وما تديش ودنك لأي حد تاني، ادي ودنك لنفسك وحكم عقلك وبص على الحاجة بهدوء. أي خبر تقراه دايما أقول لك إيه؟ دور وراه، ما تستقبلش الخبر كده باعتباره يعني إيه ختم، لا ولا ختم ولا حاجة، دور وفكر وشوف. على سبيل المثال لما تيجي تشوف النهارده مثلا استقبال فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مدينة العالمين للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة، ودار هذا اللقاء الأخوي ما بين الرئيسين واللي تم من خلاله تأكيد ومتانة وقوة العلاقات المتميزة ما بين البلدين الشقيقتين، وبحث سبل مواصلة العمل لتعزيز كل الأطر وآليات التعاون المشترك ما بين الدولتين، في اللي انت بقى يجي على بالك، مجالات اقتصادية، التنموية، كل ما هو متعلق بتحقيق تطلعات، طموح، أحلام الشعبين المصري والإماراتي، تم المناقشة فيه من خلال هذا اللقاء الأخوي. كل ما يبعث على الاستقرار والازدهار تم بحثه. كمان بحث الرئيسين الحقيقة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وده طبيعي جدا، يمكن احنا شايفين أحوال العالم حوالينا ما هياش ولابد يعني، أو ما هياش كما يجب، إلا أنه نجد من خلال هذا اللقاء الأخوي ما بين الرئيسين تطابق الرؤى بخصوص إيه بقى؟ أهمية تكثيف العمل العربي المشترك علشان نقدر نواجه التحديات اللي حوالينا في المنطقة وفي العالم. كمان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل في مدينة العالمين جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل مملكة البحرين، وتناول الزعيمين العلاقات الأخوية على مختلف الأصعدة ما بين مصر والبحرين سياسيا واقتصاديا وتنمويا. العلاقة ما بين البلدين الشقيقين بترتكز على دعائم أخوة وثقة تاريخية، ده يحقق أيضا نفس التطلعات ما بين الشعب المصري والشعب البحريني، المزيد من التقدم، المزيد من البناء، المزيد من التنمية. وبطبيعة الحال استعرضوا عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والتطورات اللي موجودة على الساحة الدولية، تم تبادل وجهات النظر والرؤى في هذه الشؤون، واتفق الرئيس عبد الفتاح السيسي مع ملك البحرين على تكثيف التنسيق ما بين البلدين الشقيقين والدفع ناحية استمرار العمل المشترك لتعزيز الآليات المشتركة للعمل العربي ككل. يا سادة يا كرام، العرب واحد، ولن تشوب أي شائبة العلاقات العربية، مش بقولك بقى المصرية العربية، العربية. العالم ينظر لهذه المنطقة باعتبارها المنطقة الأكثر واعدية، خد بالك الأكثر واعدية. لو حصل أي شوائب من عدم الاستقرار في أي بلد عربي هتلاقي الزعماء العرب على طول بيشتغلوا على ضرورة الحل السريع والمباشر. لسه لينا كلام بالتأكيد، بس استنونا بعد الفاصل. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعرف فرق كبير جدا ما بين انك تبقى انت بتشتغل الشغلانه علشان هي شغلانه، او ان انت تبقى بتحب الشغل اللي انت بتعمله. انا اقدر اقول يعني بملو الفم كده، انا بحب شغلانتي جدا جدا، استمتع طول الوقت بقراية الاخبار ومتابعتها، واستمتع اكتر بانه نقعد نتكلم مع بعض فيما يحدث في بلدنا وفي المنطقه العربيه وفي العالم، ونقعد
نقول الحواديت الكويسة بتاعتنا، نقدر ان احنا نعرف الناس ايه اللي بيجرى، لان انا لا اجد ان هناك شغلانة على الاقل بالنسبة لي امتع من انك انت تعرف الناس، تعلم الناس، تقول للناس ايه اللي بيجرى بمنتهى الامانة، بمنتهى الامانة، بمنتهى الموضوعية، بمنتهى المهنية. خدت بالك من الثلاث مصطلحات دول؟ الأمانة، الموضوعية، المهنية. ده شيء مهم. على سبيل المثال، لما يبقى في عندي مجموعة من الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة، أقل واجب يتعامل معهم إيه؟ إن أنا أقدم لهم منحة. يعني إيه منحة؟ يعني أن أنا أعفيهم من المصروفات الدراسية بتاعة أول سنة ليهم. الشطارة بقى أن الولاد دول يحافظوا على تفوقهم داخل الكليات اللي هيلتحقوا بيها، فلما يحافظ على تفوقه هيقدر بعد كده انه هو يصل الى بقى ايه، انه يتخرج وهو جايب تقديرات عالية وتبقى فرصه في الشغل اكبر وما الى ذلك. بتبسط لما اشوف المتفوق، مش بس متفوق، محافظ على تفوقه. بتبسط لما اشوف المتفوق مقدر من بلده. فتجد ان وزارة التعليم العالي خدوا قرار، يا جماعة 1500 طالب من أوائل الثانوية العامة، مش أول ثلاثة، مش أول عشرة، 1500 من الأوائل يتم إعفائهم من المصروفات الدراسية. ده شيء مهم جدا وشيء جيد جدا، ويشجع ولاد وبنات كتير إن هم يسخنوا زي ما بيتقال كده في المذاكرة. احنا بنتكلم اهو، احنا في شهر 8، يعني كلها شهر وأسبوع تقريبا، شهر وأسبوعين، شهر ونص، شهرين يا سيدي، وتبدأ الدراسة من أول وجديد عشان الولاد يخشوا الثانوية العامة اللي داخلين تالتة ثانوي. شد حيلك وذاكر من قبل الدراسة بأسبوع ولا أسبوعين، واجمد وجيب تقدير كبير أو جيب درجات كبيرة أو مجموع كبير تقدر تحصل بيه على إعفاء من مصروفات الدراسة بتاعتك، وحافظ على تفوقك. تشجيع الدولة مهم جدا جدا جدا، تشجيع ل 1500 من المتفوقين. معانا على التليفون دكتور عادل عبد الغفار، المستشار الاعلامي والمتحدث باسم وزاره التعليم العالي. اهلا بيك يا دكتور. مساء الخير سياده النائب. ازاي حضرتك يا فندم؟ ازاي الحال؟ كله تمام؟ كله خير الحمد لله. تمام. 1500 مره واحده يتم اعفائهم يا فندم؟ ده طبعا اوائل الجمهوريه، والدوله تقدر المتفوقين، وهؤلاء الطلاب حضرتك يقدروا يتخيروا ما يشاءوا من الكلية بغض النظر عن توزيعهم الجغرافي الأصلي، هذا بالإضافة إلى تحمل الجامعات لمصروفاتهم التعليمية طالما حافظوا على التفوق في سنواتهم الدراسية في الجامعة. يعني لو حافظوا على تفوقهم مثلا بعد نتيجة سنة أولى يقدر يكمل في الإعفاء من المصروفات الدراسية، يستمر في الحصول على نفس الميزة. طيب ده شيء رائع جدا. من هنا هبدأ أنتقل على المؤشرات بتاعة القبول، وطبعا الناس أول حاجة تسأل عليها المرحلة الأولى وكليات القمة. هل بدأت المؤشرات في الظهور يا فندم؟ يعني خلينا أقول لحضرتك أنه من المبكر أن احنا ندي رقم محدد بالضبط في كل تخصص من التخصصات العلمية، لكن بشكل عام المسألة مطمئنة في ثلاث اتجاهات أساسية. الاتجاه الأول وهو المتاح من المقاعد بالنسبة للطلاب سواء في الجامعات الحكومية أو في غير الحكومية. وده حضرتك اللي وفرته الدولة وضخت بميزانيات ضخمة خلال السنوات العشر الأخيرة، الحقيقة هي اللي خلتنا نوصل النهاردة إلى حالة الأريحية اللي احنا فيها حاليا، اللي هي ايه؟ 92 جامعة على أرض مصر حاليا. مصر نجحت خلال السنوات العشر الأخيرة في مضاعفة عدد الجامعات. كان دايما بنواجه تحدي حضرتك في بداية التنسيق والقبول بالجامعات، هل نستطيع توفير عدد هذه المقاعد؟ مصر دخلت استثمارات ضخمة في السنوات العشر الأخيرة على مستوى الجامعات الحكومية، على مستوى الجامعات الخاصة، على مستوى الجامعات الأهلية. وبالتالي النهاردة في كل التخصص علمي عندنا عدد كبير من الكليات والبرامج. والنصيحة الأساسية اللي بنوجهها للطلاب، الدنيا اختلفت عن زمان، ادخل على موقع كل جامعة، كل كلية، كل برنامج العلوم الإنسانية، كليات القطاع الطبي، كليات القطاع الهندسي، كليات قطاع الحاسب الآلي والمعلومات والذكاء الاصطناعي، جامعها فيها برامج جديدة جدا ترتبط بسوق العمل. وبالتالي المسألة ما عادتش مقتصرة على التخصصات التقليدية اللي كنا متعودين عليها من سنوات سابقة، لا، على الطالب أن يجتهد في مراجعة المواقع الإلكترونية
الإلكترونية للكليات، وهيجد الحقيقة حتى بقول لحضرتك العلوم الإنسانية والاجتماعية فيها برامج جديدة، وهذه البرامج خططت بلوائح دراسية تحاكي سوق العمل ليس في مصر فحسب ولكن على المستوى الإقليمي والمستوى الدولي. طب على سبيل المثال إيه يا دكتور؟ يعني أنا أقول لحضرتك مثلا كليات الحاسبات والمعلومات ودي على إقبال كبير جدا من الطلاب. إحنا عندنا أصبحت برامج الذكاء الاصطناعي الحمد لله منتشرة في معظم الجامعات الحكومية. أدعو الطلاب إن هو يشوف كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي في الجامعات ويشوف التخصصات الجديدة. يدخل حضرتك على برامج كليات الهندسة، سيجد هناك برامج علمية جديدة في كليات الهندسة لم تكن متاحة للطلاب. هذه البرامج الجديدة تحاكي التطور التكنولوجي الهائل الذي يشهده العالم من ناحية، ويحاكي مواصفات وظائف المستقبل. يحاكي وظائف المستقبل. بتكلم حضرتك على سبيل المثال على تخصصنا هو الإعلام. أيوه. في الإعلام حضرتك كنا متعودين على قسمين تقليديين الصحافة والتلفزيون على خط العامة. النهاردة عندنا برامج خاصة بالإعلام الرقمي، برامج خاصة بالصحافة التلفزيونية، برامج خاصة بالتسويق الرقمي، وهي منتشرة سواء في البرامج الدراسية بالجامعات الحكومية أو الخاصة والأهلية. وبالتالي اللوائح اتغيرت، البرامج الدراسية بتتطور. عشان كده بقول لكل الطلاب الناجحين شوفوا المواقع الإلكترونية وشوفوا البرامج الدراسية. البرامج دي ما اتعملتش من فراغ، ولكن اتعملت في ضوء احتياجات المجتمع والتحول الرقمي في كل مؤسسات الدولة من ناحية، واتعملت أيضا في ضوء احتياجات السوق الإقليمي والسوق الدولي. عظيم جدا. طب يمكن أنا كنت أجازة كم يوم اللي فاتوا دول، ويمكن ده أول يوم عمل لي في فترة الأجازة دي، ما قدرتش أتخلى عن مهنتي برضو، فعملت مجموعة كده من الحوارات الودية ما بين مصريين عاملين في الخارج، أجانب، أشياء من أو يعني نوعيات من هذا القبيل، وكنت بتكلم معاهم، وجنسيات عربية وما إلى ذلك، بتكلم معاهم على التعليم العالي في مصر والجامعات في مصر، ولمست حاجة ما كنتش بشوفها زمان، انه اصبح في موثقيه واقبال اكتر من زمان بكتير على ان هم يودوا الولاد لمصر يكملوا تعليمهم الجامعي هناك، بعد ما كان توجههم زمان انه طب انا ابعت العيال على اوروبا الشرقيه، طب ابعتهم اذا الحال افضل والمجاميع اكبر اوديهم على اوروبا الغربيه او اودي امريكا او حاجات زي كده. فلقيت انه لا، ده دلوقتي بقى بيتقال وما نوديش مصر ليه؟ ايه السر؟ السر حضرتك لأن كل أنماط التعليم أصبحت متاحة في مصر. يعني حضرتك لو بيبحث عن تعليم أجنبي، عندنا 7 أفرع لسبع جامعات كبرى موجودة في العاصمة الإدارية وبدأت تخرج خريجيها. كلم حضرتك على الجامعات الأهلية المصرية أصبحت بمستوى دولي ولها شراكات مع جامعات أجنبية وتمنح شهادات مزدوجة. السبب أن البرامج أيضا برامج داخل الجامعات الحكومية لها شراكات مع جامعات دولية، وهي برامج الحقيقة حصلت على مزايا كثيرة جدا في أساليب وتكنولوجيا التعليم. الجامعات الحكومية المصرية حققت طفرة في التصنيف الدولي. حققت طفرة في التصنيف الدولي على المستوى العالمي، وكل سنة الحمد لله عدد الجامعات المصرية اللي بيدخل في هذا التصنيف بيتزايد بشكل مستمر. لأحد الأسباب أيضا المسابقات الدولية اللي بتشارك فيها الجامعات المصرية وبيشارك فيها طلاب مصر بحققوا مراكز متقدمة جدا على المستوى الدولي. وبالتالي حضرتك لما تضع التصنيف الدولي للجامعات المصرية أفرع الجامعات الأجنبية، تصنيف الدولي للجامعات الحكومية، الشراكة بالنسبة للجامعات الأهلية، الشراكة بالنسبة للجامعات الخاصة، غيرت شكل التعليم العالي ومنظومته في مصر. الحاجة الثانية المهمة جدا أنه أيضا بدأنا ناخذ مفهوم جديد، وهو أن احنا حضرتك على المستوى كافة الأقاليم الجغرافية في مصر جزئية الإبداع والابتكار تعود إلى التعليم المصري. أقصد حضرتك بالابتكار والإبداع أن الجامعة لا يتوقف دورها على التعليم والبحث العلمي ومشاركة المجتمع، ولكن أيضا الدور المهم جدا دور الجامعة في اقتصاد المعرفة، دور الجامعة في اقتصاد الدولة، دور الجامعة في التنمية المستدامة. هذه الأدوار جميعا حضرتك غيرت الصورة النمطية. وعايز أقول لحضرتك أيضا أن احنا مسألة حرصنا على أن تكون هناك حدود دنيا واضحة لكل تخصص علمي، ودي حاجة مهمة جدا يتفهمها الرأي العام، نضع أيضا شروط فيما يتصل بالطلبة الوافدين. حدود دنيا نقبل من خلالها الطالب الوافد في كل تخصص علمي.
لماذا نحرص على ذلك؟ لأن المسألة مش مسألة إتاحة مقاعد داخل الجامعات فقط، ولكن يتوازى معها بنفس الأهمية أن تكون هناك جودة متكاملة في مسألة التعليم اللي هي بتضمن كفاءة لخريج الجامعات المصرية. هايل. أنا يمكن شويتين باعتباري أن أنا بنتي ثانوية عامة مثلا، فبتابع التصنيفات بتاعة كيو أس وتايمز، فلاحظت أنه عدد الجامعات اللي موجودة في مصر اللي أصبحت مصنفة أكبر بكتير من قبل 10 سنين فاتوا. ده حضرتك مفيش وجه مقارنة. إحنا يعني كنا عندنا تصنيف جامعة أو جامعتين، أظن دلوقتي إحنا 26 صح؟ احنا حضرتك تجاوزنا هذا العدد، يعني احنا بنتكلم على 5 تصنيفات شهيرة في العالم. التصنيف اللي حضرتك اشرت ليه، عندنا تصنيف صيني، عندنا التصنيف الاسباني، الهولندي، الامريكي. في جميع هذه التصنيفات نقارن حضرتك نفسنا من 10 سنوات كنا فين واصبحنا فين؟ لا، الحقيقة مصر خطت خطوات كبيرة جدا في تصنيفاتها الدولية، وعايز اقول لحضرتك مش بس هذه التصنيفات على مستوى الجامعات المصرية، على مستوى بعض التخصصات العلمية حققنا فيها انجازات غير مسبوقة. يعني لما تيجي حضرتك تقول لنا التكنولوجي على سبيل المثال، لنا عدد الاوراق البحثية للجامعات المصرية كنا فين واصبحنا فين. نحن النهارده حضرتك انتاجنا الدولي 42 الف ورقة بحثية منشورة دولية. كنا فين من 10 سنين؟ لم نصل الى نصف هذا العدد. ده نتيجة ايه حضرتك باختصار؟ كانت ميزانيتنا كان في البحث العلمي النهارده بقينا كده. النهارده مراكز البحثية فقط التابعة لوزارة التعليم العالي فقط 5 مليار جنيه، كنا فين قبل كده من 10 سنين؟ كنا 2 مليار. هذا الرقم يدي حضرتك مؤشر مهم جدا للدفعة الكبيرة للبحث العلمي، البحث العلمي بينعكس على إنتاج المعرفة في الجامعات، وبالتالي حضرتك يؤدي إلى رقيها في التصنيف الدولي. مما لا شك فيه. أنا بشكرك جدا يا دكتور، وألف ألف شكر على الجهد المبذول، وشكرا على المكالمة وهذا التوضيح. دكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث باسم وزارة التعليم العالي. برضو همسة كده أو همسة ده هنقولها بصوت عالي أهو، لو سمحتوا يا جماعة بعد إذن حضراتكم أقدر أقول لكم مش في ودنكم ولكن بمنتهى البساطة، إذا كنت هتظن اللي بنقوله دلوقتي ده مجرد كلام أو إنه خطاب دعائي، أقول لك لأ، لأنه بمنتهى البساطة كيو أس ده اكتب كده تصنيف كيو أس بس وخش على الويب سايت بتاعه واختار، اعمل السورتنج بتاعك على سبيل المثال لسنة مش هقول لك 14 ولا 13 ولا 12 2009، مش هقول لك حتى 10، وطلع كيو أس عليه تقريبا حوالي 6000 جامعة في العالم، طلع في كام جامعة مصرية موجودة في التصنيف الدولي بتاع كيو اس. انا بقول لك كيو اس بس، عندنا كيو اس وعندنا تايمز وعندنا هولندا وعندنا اسبانيا وعندنا الصين، دول الخمس تصنيفات الكبيره اللي في الدنيا. انا بظن دايما ان كيو اس يعني اللي هو ايه اكثرهم قسوه في التقييم والتصنيف. المهم خش سنه 2009 وعد عدد الجامعات المصنفه كيو اس، دي بقى ناس مالهاش دعوه بينا، شوف الجامعات المصنفه ايه على كيو اس، كانوا 2 بس بس، ومش هقول لك ايه هم ومش هقول لك الترتيب. المهم وتعالى بص النهارده واعمل السورتنج بتاعك على 2023، مش هقول لك بقى 22، 23 باعتباره انه ده العام الدراسي المقبل وهيطلع لك التصنيفات بتاع 23. هتلاقي تقريبا انا اخر مره بصيت كان من حوالي مثلا 4 اشهر كان في حوالي 26 27 جامعه، ده كان تصنيفات 22. تعال نبص على 23 أظنها تتخطى 30 جامعة على تصنيف كيو أس. مش بس كده، ده الجامعات اللي كانت مدرجة قبل كده ترتيبها زاد علي. طب تعال هاخد لك حاجة تانية، أنا في العشر سنين اللي فاتوا هل تعدادي تضاعف؟ لا، لكن عدد الجامعات بتاعتي تضاعفت. اللي بعده، في العشر سنين اللي فاتوا هل تعدادي تضاعف؟ لا، لكن عدد الأوراق البحثية المنشورة دوليا تضاعفت. ده معناه إيه؟ معناه أن في العشر سنين دول حصل اهتمام غير مسبوق بالتعليم الجامعي، اهتمام غير مسبوق بإيه؟ بالظبط كده، بالبحث العلمي. طب ده معناه إيه؟
هنا بقى المتخصصين يعرفوا أو يفهموني أكتر، حرية البحث العلمي، لأن أنا عندي قدرة على البحث وحريتي الفكرية في هذا البحث العلمي مفتوحة ومتاحة، وبالتالي أبحاثي تنشر في كبريات المطبوعات العلمية الدولية. من هنا أقدر أقول لك أنه البلد بس مش اتغيرت في 10 سنين، اتغيرت تغير ضخم، تغير جذري. في رأيي هم 180 درجة من الاهتمام إلى كل الاهتمام. على كل، خلونا ننتقل لأمر آخر، وهو أمر لا أحد فينا يعتبره جيد على الإطلاق، وهو الحريق الضخم أو الحريق الهائل في مبنى وزارة الأوقاف في وسط البلد. معنا على التليفون دكتور عبد الله حسن المتحدث باسم وزارة الأوقاف. أهلا بيك يا دكتور، وأولا طمنا على إخواتنا وأهالينا العاملين بالوزارة اللي ممكن يكون كان بعضهم متواجد في المبنى. أولا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بحضرتك أستاذ يوسف، أهلا بالسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك يا فندم. خليني أولا أطمن حضرتك إن هو بفضل الله الحمد لله رب العالمين إن إحنا ما عندناش أي خسائر بشرية ولا إصابات في حريق مبنى الوزارة اليوم. الحمد لله. وأزيد اطمئنان حضرتك إن الوزارة انتقلت بكامل طاقتها منذ أول يوليو. انتقلت الوزارة بكامل طاقتها وكامل العناصر البشرية اللي فيها لمبنى الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة في أول يوليو 23. وقبل ما أدخل في الموضوع خليني أقدم كل الشكر والتقدير لرجال الحماية المدنية طبعا على تفانيهم في عملهم وسرعة تحركهم وسيطرتهم على الحريق. والحمد لله رب العالمين إن إحنا كامل المستندات اللي كانت باقية ما زالت لم تنتقل بعد إلى العاصمة الإدارية الجديدة الحمد لله هي آمنة تماما، والحمد لله إن هي بعيد عن أي شيء حصل النهاردة. وخليني برضو أطمن سيادتك إن هو من فضل ربنا علينا إن إحنا الحمد لله رب العالمين النهاردة ما عندناش أي خسائر نهائيا لا بشرية ولا إصابات ولا حتى خسائر في أي مستند ولا أي حاجة. ده كان تاني سؤال هسأله طبعا. هقول لحضرتك الوثائق والمستندات اللي في حوزة وزارة الأوقاف هي مستندات غاية في الأهمية، وأيضا مستندات كمان تاريخية، يعني جزء من تاريخ هذا البلد موجود في الوزارة، فالمستندات نعم سليمة 100%. خليني أطمن سيادتك نعم إن الحجج الوقف اللي كانت باقية في الوزارة ولم تنتقل بعد العاصمة الإدارية الجديدة وبعض المستندات الحمد لله رب العالمين هي آمنة تماما، وما حدث من تلفيات هي تلفيات مادية، يعني في الأمور المادية اللي كانت موجودة في بواقي الأساس اللي كانت متواجدة في الديوان بعد عملية الانتقال الكاملة اللي تمت في يوليو 23. طيب ماذا عن المبنى؟ هل حصل أي خسائر في المبنى؟ وحجم الخسائر طبعا إيه؟ نتيجة الحريق اللي حصل في طبعا خسائر مادية في المبنى، ولكن في طبعا هناك لجنة مختصة بيجري فيها العمل الآن على حصر التلفيات لمعرفة اللجان المختصة المعنية، وسوف نطلع طبعا حضراتكم على نتيجة الحصر ده إن شاء الله. هل حصل أي أيوه اتفضل يا فندم. خليني برضه أقول لحضرتك إن 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 نتيجة نزول الفحص الفني للإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية أيوة. أثبت يعني إن الحريق نشب بسبب حدوث ماس كهربائي كان في توصيلات التجهيزات الكهربائية اللي كانت في وحدة التكييف الداخلية اللي كانت في غرفة السيرفرات اللي كانت في الدور الأول، ودي اللي نتج عنها اندلاع الحريق. طيب دكتور عبد الله، هو التكييف والسيرفرات موجودين ليه؟ مفترض انه كل شيء من الوزارة او في الوزارة انتقل للمبنى الجديد، فاكيد السيرفرات دي انتقلت والتكييفات مش مفترض انها دايرة. لا بالفعل انا باكد على كلام سيادتك، هو السيرفرات اللي كانت متبقية وموجودة دي كانت خاصة بخطوط الربط اللي بتربط مديريات الاوقاف مع بعضها، وكان هي الجزء الوحيد اللي كان متبقي وكان بتجري عليه عملية الانتقال الكامل، ولكن يعني قدر الله وما شاء فعل الحمد لله على كل شيء. وإحنا بنحمد ربنا الحمد لله رب العالمين إحنا ما عندناش أي خسائر في الأرواح ولا أي إصابات، والحمد لله إن حجابنا كاملة مؤمنة كاملة ولم يحدث عليها أي شيء إن شاء الله. وكان السيد الوزير وجه الموضوع كاملا موضوع الحريق لتحقيق النيابه العامه والنيابه الاداريه، وفي انتظار نتائج التحقيقات ان شاء الله.
لكن البحث الجنائي قال انها ماس كهربائي بسبب التكييف، مفيش اي اشاره الى انه ممكن يبقى ده معمول بفعل فاعل لا قدر الله. لا نهائيا، هو بالفعل البيان ده تم نشره من خلال الصفحه الرسميه لوزاره الداخليه ان الحريق نشب بسبب حدوث ماس كهربائي خاص بالتوصيلات والتجهيزات الكهربائيه، واللي كانت بتخص وحده التكييف الداخليه في غرفه السيرفرات. ربنا يستر. ربنا يعين. الحمد لله ان احنا ما عندناش اي خسائر لا في الارواح ولا اي اصابات لاي عنصر بشري. يا رب الحمد لله على كل شيء. جيد جدا انه اخواتنا واهلينا اللي موجودين هناك زي الفل، ما فيش خسائر في الارواح، ما فيش اصابات، الوثائق امنه بنسبه 100%، بعض التلفيات في المبنى جاري تقديرها، وفي النهايه الموضوع اصبح في يد النيابه العامه تطلعنا على ما يحدث. انا بشكرك جدا جدا يا دكتور، وربنا باذن الله يقدر ويلطف. كل الشكر للدكتور عبد الله حسن المتحدث باسم وزاره الاوقاف. طيب خلوني من وزاره الاوقاف انتقل بحضراتكم على وزاره الاسكان. وزارة الإسكان الحقيقة قامت خلال الكام سنة اللي فاتوا دول بدور أشوفه دور تاريخي، والله أنا بتكلم بأمانة، يعني بأمانة جدا كمان، وأظن دور ما ينفعش حد ينكره، وأظن دور ما هوش مستخبي على حد لأنه ظاهر للكل بعينينا المجردة. هذا الدور متعلق بالقضاء على العشوائيات غير الآمنة في جمهورية مصر العربية. نقدر نقول بملو الفم كده، ما عنديش عشوائيات غير آمنة، ما عنديش مناطق غير آمنة في مصر. دور شديد الأهمية، دور تاريخي من حيث المجهود والتكلفة، ودور تاريخي مهم في الوضع الاجتماعي لبلدنا لأهالينا، اللي قامت بيه وزارة الإسكان والهيئات والصناديق التابعة ليها من انها تقضي على العشوائيات غير الامنه وتنقل اهالينا اللي كانوا ساكنين فيها لسكن كريم وانساني ومحترم وعليه القيمه، وانه الناس تنتقل من عشوائيات غير امنه الى بيوت متشطبه ومفروشه وامنه ومؤمنه، لانه فيها الامن وفيها الحمايه المدنيه وفيها الاسعاف وفيها مراكز الشباب وفيها المكتبة وفيها الأنشطة و و و و و ده في حد ذاته تغيير اجتماعي مش بس إيجابي، ده شديد الأهمية، بيغير حياة الناس، بيقلب الأمور رأسا على عقب، ولكن إلى وضعها الصحيح والملائم والسليم واللي كان لازم يحصل من عشرات السنين. ألاقي وزارة الإسكان في مصر بعد ما عملت هذا الإنجاز الكبير والتاريخي والعظيم تنتقل إلى الكاميرون الصديقة الشقيقة الإفريقية. إزاي بقى؟ دي حدوتة لازم نقول بدايتها وإن شاء الله ننتظر نهايتها السعيدة، لكن هنا أسأل فيها المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان. إزيك يا باشمهندس؟ إزيك يا فندم، أهلا وسهلا بسيادتك. إزاي الحال؟ كله حلو؟ كله كويس الحمد لله. يا رب دايما. بقى احنا خلصنا على العشوائيات غير الآمنة ونقلنا أهالينا لحياة تانية خالص في مصر، ودلوقتي بنشغل في الكاميرون. اللهم لك الحمد يا فندم. فعلا وبشكر حضرتك في البداية على مقدمة الجميلة على أقل حاجة زمايلي في وزارة الإسكان وفي ربوع مصر كلها، والحمد لله. ده طبعا كان يعني من ضمن المواضيع الهامة اللي عرضها السيد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان ومرافق الاقتصاد العمرانية أثناء زيارة وزيرة الإسكان والتنمية الحضرية في الكاميرون السيدة سيليستين كيتشا. الحمد لله التجربة المصرية تكللت بالنجاح والتنفيذ على أرض الواقع، وده باين أثناء الزيارة للسيدة الوزيرة والوفد الوزاري المرافق ليها. الحقيقة كانوا منبهرين بالتجربة المصرية اللي عرضها سيادة الوزير سواء في مكتبه في استضافتهم في وزارة الإسكان في العاصمة الإدارية الجديدة، تجربة مصر العمرانية وتجربة مصر في القضاء على العشوائيات ومناطق الخطرة والغير آمنة وزاهمة الخطورة. خليني أوضح دايما المصطلح ده مهم قوي. أيوة. إن احنا عندنا مناطق خطرة ومناطق زاهمة الخطورة اللي هي بتؤثر على الناس اللي عايشة فيها، بتهددهم كل يوم بالخطر، مش بس بتبقى فقيره في المرافق والخدمات، لا هي بتهددهم كمان وبتهدد الارواح. والحمد لله اللهم لك الحمد التجربه المصريه بعد ما الحكومه المصريه اقتحمت هذا الملف والدوله المصريه اقتحمت هذا الملف
وعملت حصر لجميع المناطق الداهمة الخطورة في مصر، وبدأت بيها في الخطة في المرحلة الأولى، وده اللي استعرضه سيادة الوزير على الوزيرة الكاميرونية، إنه مصر نفذت 250 ألف وحدة سكنية كسكن بديل في هذه المناطق ما بين أنواع متنوعة، سواء في المنطقة نفسها اللي تم تطويرها إزالة العشوائيات منها وتم البناء فيها، أو في منطقة تم إزالتها وتم نقل السكان لأماكن جديدة آمنة تناسب أنشطتهم، أو بالبدائل المتنوعة اللي تم عرضها على السادة سكان المناطق. فالتجربة المصرية دي لما نجحت سيادتك على أرض الواقع بقى، طبعا الحمد لله إن اللقاء كان في مكتب سيادة الوزير، وتكمل بعد كده على الهامش اللقاء زيارات في أرض الواقع، زاروا فيها منطقة مثلث مسبيرو وعين الصيرة ومجرى العيون. النهاردة كانوا هناك، الحقيقة الوفد كان منبهر بالتجربة المصرية بعد ما سيادة الوزير عرض عليهم المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية في مصر 2052 اللي استغرق إعداده عامين وتحدث كل 5 سنوات، والحمد لله نجاحه على أرض الواقع باين للعالم كله طبعا. إن إحنا كان الهدف الرئيسي من المخطط المحور الأول هو مضاعفة المعمول السكاني من 7 إلى 14%، وده اللي حصل بالفعل في 8 سنوات فقط، كان متخطط له 12 سنة اتنفذ في 8 سنوات، بالإضافة لمضاعفة حجم الطرق والكباري والمدن الجديدة اللي تم تنفيذها لسهولة الحركة. والأهم بقى من ده كله هو السكان اللي كانوا في المناطق الخطرة دي، اتبنت أماكن زي ما سيادتك بتتابعنا باستمرار في مثلث مسبيرو، اتبنت سكن بديل أول مرحلة، والحمد لله السكان استلموا حياتهم السكنية كاملة مشطبة مفروشة. نفس الموضوع في مثلث في منطقة مجرى العيون ومنطقة مناطق المختلفة بقى على مستوى مصر، واللي تم فيها تنفيذ هذا المشروع القومي السكن البديل، سواء تم تعويض القاطنين في المكان بوحدات بديلة مؤقتا والعودة لمكان سكنهم القديم، أو اللي طلب تعويض نقدي وخده بشكل واضح، أو اللي طلب أن يروح مشروع حديث في المدن الجديدة وخد الوحدة السكنية في المشروع الحديث، أو اللي طلب يبقى في مكان قريب من النشاط بتاعه زي أهالينا اللي كانوا في منطقة مجرى العيون يا فندم. أيوه. حضرتك بتتابعنا باستمرار على اخبارهم، راحوا في مكان اتعمل لهم منطقه صناعيه تناسب نشاط الجلود ودباغتها وتصنيعها وتخزينها وتصديرها لبره كمان. صح. فبالتالي وحدات سكنيه نشاط بينفذ، التجربه مش تجربه بناء فقط يا فندم، هي فعلا زي ما سياده الوزير اكد في اللقاء، هي تجربه اقتصاديه متكامله بالهدف منها بناء وتوفير فرص عمل، فرص تعليم، فرص استثمار، وده كله بيخدمه شبكة طرق بتحقق مرونة في الحركة لحركة البشر والبضائع والأموال في نفس المدن بشكل مترابط ومتكامل. طب ده شيء عظيم جدا. طيب احنا عملنا كل ده في مصر، وواضح انه الأصدقاء والأشقاء أصبحوا بيستعينوا بخبراتنا. احنا هنبدأ مشروع الكاميرون ده امتى؟ طبعا ده يعني من أجمل الحاجات اللي يعني بتثبت نجاح وانبهار الوفد الكاميروني بالتجربة، ان هم طلبوا ان يبقى في وحدة دعم فني من خبراء مصريين اللي اشتغلوا على هذا المشروع الضخم. هيتكلموا سيادة الوزير، طبعا وعد سيادة الوزيرة بتكوين وحدة عمل، مجموعة عمل في الكاميرون مصرية بخبراء مصريين عشان تقدم دعم فني لتنفيذ اول منطقة لتطوير منطقة غير آمنة في الكاميرون. ان شاء الله ده هيبقى نوع من يعني من الدعم الجديد لمصر ان التجربه نجحت، وكمان بتذهب للعالميه لاخواننا في افريقيا. وطبعا يعني من ضمن الحاجات الايجابيه جدا اللي حصلت في اللقاء ده الحقيقه، ان يعني سياده الوزيره اعربت عن رغبتها في مشاركه الدوله المصريه في التحضير للمنتدى الحضري العالمي اللي مصر ان شاء الله بتستضيفه العام القادم 2024 باذن الله. المنتدى الحضري العالمي الحمد لله مصر تستضيفه بعد النجاح اللي حصل في مدينة شرم الشيخ كوب 27، والمحاور اللي مصر اشتغلت عليها في حماية البيئة وحماية المجتمع وحماية وتوفير الطاقة. بالتالي مصر ان شاء الله تستضيف المنتدى الحضري العالمي، وسيادة الوزيرة طلبت انها تشارك مصر في التجهيز لاستضافة في هذا المؤتمر اللي هيكون في دورته الثانية 10 في مصر ان شاء الله في مصر بإذن الله. بإذن الله. انا بشكرك جدا 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 يا باشمهندس، كل الشكر ليك، المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان. شكر الحقيقة موصول من اول معالي الوزير الدكتور عاصم لحد اجدد واحد دخل الوزارة. تعالى نروح على شيء ما غريب وبدأت الناس تتكلم عليه، وهو نفوق أعداد كبيرة من الأسماك في المكس في اسكندرية عند شاطئ المكس.
على طول علوم البحار يبدأوا يشكلوا لجنة لمعرفة الأسباب. يمكن حضراتكم شايفين قدامكم الصورة، مهم جدا ان احنا نعرف سبب هذا النفوق، ايه اللي حصل؟ الأسماك نفقت، طفت على سطح المية، بدأت تترمي على الشواطئ بتاعة منطقة المكس في اسكندرية. معانا على التليفون دكتور عمرو زكريا حمودة، رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد. أهلا بيك يا دكتور عمرو. أهلا وسهلا يا فندم. زي الصح، مساء الخير على حضرتك. مساء الفل. إيه اللي حصل؟ هو حضرتك يعني في صور كتيرة نزلت. أيوه. مش الصور الحقيقيه للمكان. ماشي. يعني في مجموعه صور، يعني في حضرتك منطقه البحر حضرتك دي ميه مالحه ما يبقاش فيها سمك بلطي طبعا، يعني ما ينفعش يعني تنزل اسماك بلطي، فدي حاجات مش صحيحه. ده كلام غير سليم. صحيح. حصل حضرتك ان في مركب صيد قامت بقى عمليه صيد جوه داخل المينا، وطبعا المنطقه دي بتاعت المينا طبعا بيبقى ما فيش فيها صيد. لكن هو في مركب صيد قامت دخلت وعملت قامت بعمليه صيد في المينا، فكانت يعني جمع كميه رهيبه جدا من الاسماك، لان المنطقه دي اصلا بيبقى فيها تكاثر اسماك يعني بكثافه عاليه جدا، لان أيوه. ما فيش فيها صيد. لان ما فيش فيها صيد طبعا. فطبعا هو جمع في المنطقه دي حوالي، طبعا الصيادين ما الفريق نزل هناك جمع حوالي 20 طن من الاسماك. كمية ضخمة. طبعا المركب مش قادرة تشيل حمل دوت، وبعدين هنا تجميع السمك في الحواضع دوت ومفيش حركة ليه، فمعنى كده ان السمك حضرتك بيحصل، لازم هو السمك بيحصل عن طريق الخشيم، لازم بيجري ويحصل تبادل، المية بتمر فيحصل تبادل اكسجين. لكن لما يجمع الكمية الكبيرة دي ضخمة والمركب يجمعها بره ويوقف في المركب لغاية ما يجيب مركب تانية عشان يشيل الكميه اللي مش قادر يشيلها، لان الاحمال عنده عاليه جدا، كميه كبيره جدا من السمك. ايوه. فهنا في الحاله دي الاسماك نتيجه هذا التكدس بيحصل لها نفوق. مفيش حركه ليها، مفيش اكسجين، عمليه نفوق، ففي اسماك كبيره جدا حصل لها نفوق منه. في نفس الوقت ان الشبكه بتاعته اتقطعت. حصل قطع في الشبكه بتاعته، ان هو ما قدرش يستوعب الكميه كلها، وجمع المراكب وابتدى يجمع الاسماك والمراكب حوالين الاسماك اللي هي ما قدرش يشيلها. فطبعا الاسماك المتبقيه اللي هي ما قدرش يشيلها او اللي هي حصل ان هي نفوق في الشباك نتيجه التكدس الرهيب ده، حصل لها ترسيب بعد يوم او يومين، ابتدى دي تظهر على السطح وبتطلع مع الموج على الشط. هو دي القصه. الاسماك اللي حضرتك كانت هي الموجوده هي اسماك طبعا بوري، الاسماك البحريه، ما فيهاش اي اسماك بولتي ولا اي حاجه من الكلام ده كله. طب سؤال، في صور ثانيه طبعا طلعت فيها، صور كانت موجوده في نهر النيل او صور حاجات نفوق اسماك كتيره كانت في نهر النيل، فحطوها من ضمن الصور دي حضرتك. طب سؤال يا دكتور، اي مركب علشان تصطاد لازم بتاخد ترخيص الصيد بتاعها، البحريه اللي عليها بيبقوا مترخصين الى اخره، وعلشان ينزل يصطاد في منطقه ما لازم يكون مسموح. بما انه الصيد داخل المينا غير مسموح، ده عدى ازاي؟ دي انا ما اعرفش. لا انا فاهم، يعني هل حصل بلاغ بقى في الحاله دي ولا لسه؟ هو جمع جزء من عند منطقه المينا حضرتك في هذا التجمع، فيعني ده يعني دي لحضرتك المعلومات اللي حصلت والتصور اللي حصل. هل معروف المركب دي اسمها ايه او اصحابها او حاجه ولا؟ هي حضرتك مركب الصيد حضرتك بتتحرك في كل مكان وبتقدر عمليه صيد، لكن منطقة المينا هي منطقة بيحصل فيها تكاثر رهيب جدا من الأسماك، لأن مفيش صيد فيها. فلما تيجي مركب نتيجة بتخترق هذه المكان وبتقدر تاخد، هتقدر تحصل على كميات كبيرة. أنا فاهم، لكن أنا بقصد إنه حضرتك لما ذكرت إنه في حوالي 20 طن تم اصطيادهم من الأسماك. هذا الحجم الرقم مش أكيد حضرتك تقريبا. يعني أنا بتكلم حضرتك هذا الحجم الرهيب، ان هو ما كانش قادر المركب بتاعته تحمله، وجات مراكب صيد حملت جزء منه عنده، وهذا الوضع تم حضرتك. ده رقم تقدير من دكتور عمرو بسبب الـ 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 الواقع اللي اتنقل لكم، ولا انه عرفتوا ان هناك مركب ما معروفه بانها نزلت واصطادت، خصوصا انه حضرتك ذكرت ايوه موضوع الصيد تم قبل ظهور الاسماك على الشط بيومين. مفهوم. طيب
الـ مش عايز اسميها ملابسات يعني، مش بحقق، بس عايز افهم يعني انه مركبه قدرنا انها اصطادت تقريبا 20 طن وانها بدات تتصل بمراكب اخرى، ده معناها انه في شهود يعني، في حد شاف او حد، صح ولا ايه، او حد رصد ده؟ انا عايز اقول لحضرتك حاجه، في نقطتين. اول نقطه ان نتيجه السيرفي اللي تم من الدكاتره في علوم البحار مفيش اي تلوث، عشان نوضح النقطه دي، عشان نجيب دي نقطه على نقطه ان مفيش حاجه اوفر تلوث حصل ادى لهذا الوضع، تمام. لكن لما تيجي السؤال مع مجموعه الصيادين هناك والتتبع الموضوع حصل ازاي والقصه ازاي، فدي الاحداث اللي جمعوها الفريق البحثي من الباحثين من المعهد من الصيادين نفسهم. حضرتك هذه المعلومه، هل انهي جهه اللي المفروض تتقدم ببلاغ ضد اللي حصل ده يا دكتور؟ عشان يحصل تحقيق، علشان نعرف المركب دي بتاعت مين، وعلشان نعرف دخلت ازاي تصطاد جوه المينا وخرجت ازاي. حضرتك هو لان في ثاني واحد بس، حضرتك المينا مش المينا الصغير بتاع مينا اسكندريه، هي المنطقه ما بين مينا اسكندريه ومينا الدخيله، هي تعتبر حاليا هيعملوها كمينا واحده. أيوة. مينا موحده، عشان بس نوضح نقطه، في مينا الصغير اللي هو مينا اسكندريه المعروف، وفي مينا الدخيله، في المنطقه اللي ما بينهم اللي هي دلوقتي حاليا بتضم ان هي تعتبر ميناء موحده. مفهوم. المنطقه اللي ما بينهم دي هي اللي قدام منطقه المجز اللي فيها حصل هذا الموضع. طيب هرجع تاني لنقطه، يعني مش داخل، يعني عشان اوضح لحضرتك مش جوه الميناء. فهمت. في نقطتين، في ميناء اسكندريه وفي ميناء الدخيله. في المنطقه اللي ما بين دي ما بينهم دي ما بينهم بين اسكندريه وبين الدخيله، هي المنطقه بتاعت المكس. ايه الجهه المنوط بيها انها تتقدم ببلاغ لاجل التحقيق؟ يعني لازم يحصل تحقيق، لانه في النهايه المركب اللي عملت عمليه الصيد الجائر دي لو صح التعبير هي حرمت ناس كتير جدا من هذا التكاثر السمكي اللي كان ممكن يبقى رزق في الموسم القادم او حتى في الموسم الحالي. يعني هو اي الجهات المنوط بها التقدم ببلاغ للتحقيق؟ هو جهاز حمايه البحيرات، حضرتك جهاز حمايه البحيرات والتامين الثروه السمكيه هو الجهاز المنوط بالمصايد على مستوى جمهوريه مصر العربيه والبحيرات المصريه، فالمفروض هو اللي يتقدم بهذا البلاغ لاجل التحقيق. هو حضرتك اللي بيتابع هذا وبياخد اجراء مع هذا الوضع. تمام، انا بشكرك جدا يا دكتور عمرو. جمعيه الصيادين حضرتك. أشكرك يا دكتور، وأرهقت حضرتك بالأسئلة. كل الشكر للدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد. فاصل ونكمل الكلام. إزي حضراتكم، عاملين إيه؟ طيب إيه أسرع رافد اقتصادي في الدنيا؟ السياحة. ايه اسهل واصعب رافد اقتصادي في الدنيا؟ برضه السياحه. تقول لي ده ازاي؟ اقول لك اسهل رافد، اسرع رافد اقتصادي في الدنيا هو السياحه، علشان السائح بيجي يحجز الطيران، يحجز الاوتيل، يقعد ينبسط، يتجول، يركب المواصلات، يشتري الحاجات، ياكل هنا، يتصور هناك، يزور المتحف ده، المنطقه دي، المحميه دي، الى اخره، يعني تدفقات نقديه من العمله الصعبه. ليه هي الأسهل والأصعب؟ هي الأسهل لما تبقى في بلدنا، هي الأسهل لأن أنا البلد عندي تنفع لكل حاجة، سياحة الشواطئ أهلا وسهلا، الترفيه أهلا وسهلا، الثقافة أهلا وسهلا، سياحة المحميات أهلا وسهلا، المؤتمرات أهلا وسهلا، الرياضة أهلا وسهلا، كله عندي أهلا وسهلا. أصعب حاجة فيها إيه؟ كذا حاجة. واحد، ان انا يبقى في عندي غرف فندقيه كافيه، يبقى عندي شركات للنقل السياحي كافيه، يبقى عندي شركات اللي هي بقى ايه، عربيات السياحه الشياكه الفاخره اللذيذه دي تبقى كافيه، يبقى في عندي برامج سياحيه متكامله، يبقى في عندي ثقافه استقبال السائح، ودي مهمه جدا قوي خالص، فتبقى هذه الثقافه في اعلى مستوياتها واعلى معدلاتها. طيب الاقي انه يا جماعه ده انا قريت ان في توقعات بحدوث طفرة، خلي بالك من المصطلح، طفرة في السياحة الروسية لمصر وانتعاشة عربية، خد بالك بقى من المصطلح، غير مسبوقة. هنا لازم افهم، ارجع فورا لعمرو بيك القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية للتنشيط السياحي. اهلا بيك يا عمرو بيه. مساء الخير استاذ يوسف. مساء النور، ازاي حضرتك؟ كله تمام الحمد لله. كله حلو. الحمد لله.
الحمد لله الحمد لله. انا عايز افهم مصطلحين، واحد منهم طفره في السياحه الروسيه، واحد في واحد تاني انه انتعاشه غير مسبوقه للسياحه العربيه. طيب بالنسبه للسوق الروسي، طبعا هو مصر بالنسبه للسوق الروسي والسائح الروسي هي المقصد رقم واحد، خاصه في فصل الشتاء، لانه شتاء روسيا مفهوم ان هو قارس جدا جدا، وبالتالي مصر بجوها الدافي الجميل بشواطئها الرائعه، مش بس كده كمان بمنشاتها الفندقيه المتميزه جدا، والاهم والاهم بالمصريين العظماء اللي بيقابلوا السائحين بكل اهتمام الحقيقه. فبالتالي بالنسبه لروسيا الطفره ان شاء الله قادمه في فصل الشتاء، عن طريق طبعا توقعاتنا وعملنا مع شركات السياحه الروسيه وشركات الطيران، المساله ان شاء الله هتكون في تطور كبير باذن الله في الموسم الشتوي اللي جاي. حلو قوي. ده بالنسبه للسائح الروسي. عايز السائح العربي. السائح العربي اعتقد ان احنا شايفين النهارده في القاهره وفي الساحل الشمالي التواجد العربي شقيق جميل، تواجد كثير جدا، والحقيقه الحمد لله مش بس الاعداد من اخواتنا العرب موجودين، ولكن كمان ان هم موجودين بكثره في العالمين الجديده وفي باقي منتجعات الساحل الشمالي، وبفتره اقامه أطول من أي سائح آخر، وطبعا بمعدل إنفاق أعلى. الحقيقة بنرصد ده على الأرض وفي كل الأماكن. الحمد لله مصر برضو بتقدم للسائح العربي وعلى رأسهم طبعا السائح السعودي فرصة لموسم صيفي جميل تنوع، وبقى عندنا كمان مش بس القاهرة الجميلة التقليدية، ولكن الساحل الشمالي، وكمان السنة دي في مهرجان العالمين الجديدة. أيوه. مهرجان فني رياضي ثقافي متنوع جدا، الحقيقة بيقدم تجربة سياحية رائعة وترويج غير مسبوق الحقيقة في المنطقة العربية. رائع جدا. طب عمرو بيه، يمكن يجي على بالي مصطلح كده، السائح العربي ده سائح برنس، بيحب يجي يتفسح ويخرج ويتعشى بره ويتغدى بره ويفطر بره كمان لو ما فطرش في الاوتيل، ويحب يشتري تذكارات ويحب يشتري حاجات وهو راجع على البلد الام بتاعته وما الى ذلك، وبالتالي بيحتاج الى وسائل انتقال. بما انه سائح برنس، مصطلح جديد اظن على التلفزيون، فبيحب طبعا وبطبيعه الحال يحب يركب العربيات الحلوه الشياكه الجميله الكلام ده. فبيجي على بالي، هل احنا عندنا الشركات المتخصصه في السياحه الفاخره والانتقالات الفاخره، سواء اذا كانت انتقالات قصيره او انتقالات بعيده؟ يعني مثلا افترضنا انه هو موجود في القاهره وعاوز يعمل تور طويله 4-5 ساعات، فعايز عربيه كده فاخره مريحه. افترضنا انه مش عاوز يركب الطياره لحد جنوب سيناء ولا البحر الاحمر، بس عاوز يركب حاجه كده فان تبقى فيها كراسي عامله زي كراسي البيزنس كلاس والكلام ده، احنا الحاجات دي موجوده عندنا او موجوده بشكل كافي؟ طبعا موجوده، طبعا موجوده عندنا شركات متخصصه عندها ما يعرف بالليموزين، اللي هي المستوى الفاخر من الانتقالات، سواء عربيات صغيره او عربيات متوسطه او كبيره، ده موجود وبيحصل تجديد في الاساطيل النقل. والاهم بقى ان احنا عندنا كل مستويات النقل الداخلي الحقيقه. حلو. يعني بالشركات، مش عايز اقول اسامي، الشركات اللي هي بالتطبيقات الموبايل اصبحت كمان موجوده. واصبحت متاحه للجميع، التاكسيات موجوده، الليموزين موجود، شركات السياحه موجوده، كل النوعيات موجوده. طبعا احنا دايما بنقول ان احنا بنطمح ان احنا يبقى عندنا زياده في المعروض وارتفاع في مستوى الخدمه. دايما الوزاره بتشتغل مع شركات السياحة على عملية التطوير وزيادة المعروض من الأسطول، لكن ما عندناش مشكلة الحقيقة في اللي حضرتك بتتكلم عليه، وهي الخدمة المرتفعة، الخدمة
الأرقى الأعلى في المستوى. عندناش مشكلة الحقيقة حاليا. حلو جدا. عايز أطمن على السياحة الأوروبية والسياحة اليابانية. السياحة الأوروبية هتفضل هي أوروبا ككل كقارة يعني هتفضل هي المصدر الرئيسي للسياحة الوافدة إلى مصر. الحمد لله برضو المعدلات جيدة من كل الأسواق. الملمح الأساسي الحقيقة في هذا العام يعني منتصف العام الماضي وهذا العام هو التنوع في الجنسيات اللي موجودة في مصر. ليس هناك اعتماد على جنسيتين أو ثلاثة أو أربعة، لا، في جنسيات كثيرة ربما تتعدى 30 أو 40 جنسية، بتتفاوت بقى طبعا الأرقام على حسب حجم السوق، ولكن كلها فيها نسبة نمو جيدة جدا مقارنة بالفترات الماضية، وبالتالي التنوع ده بيدينا يعني ثراء وبيدينا إمكانية للنمو أكبر بكتير. ده رقم واحد. اثنين، ارتفاع مستوى كمان السائح الوافد إلى مصر بشكل عام، وده نتيجة عوامل اقتصادية كبيرة جدا في أوروبا بالتحديد طبعا نتيجة الحرب. أصبح اللي بيقدر يسافر هو اللي عنده قدرة أعلى على الإنفاق، وبالتالي إحنا بنستفيد من هذا الأمر. ده بالنسبة لأوروبا الحمد لله الأمور ماشية كويسة. اليابان طبعا الشركة الوطنية مصر للطيران بسبيلها إن هي تبدأ الخط أو تعيد خطها المباشر إلى اليابان، وبالتالي عندنا إن شاء الله في خلال شهر سبتمبر وشهر أكتوبر بعض المجهود الترويجي والتسويقي في السوق الياباني، وهو سوق واعد جدا طبعا حضرتك عارف انه مش بس بالعدد ولكن بنوعيه السائحين وفي الاهتمام الكبير جدا بالسياحه الثقافيه والحضاره القصريه القديمه. وعندنا يعني بعض الفعاليات ان شاء الله برضه هبقى اقول لحضرتك عليها يعني في خلال اسبوعين كده ايه الفعاليات اللي بنعملها في اليابان لتنشيط السوق الياباني لانه مهم. أرجوك قولي دايما أول باول عمرو بيه. طب أخيرا أنا عايز معلش أعذرني هتقل كمان بسؤال واحد والله، أنه هل إحنا في مصر محتاجين نزود عدد وحدات ما نطلق عليه الشقق الفندقية الفاخرة ووحدات السيرفيست أبارتمنتس؟ طبعا هو موجود على فكرة يعني موجود أعداد، ولكن العدد اللي موجود عندنا فيه كذا يعني ملمح. واحد انه غير منظم بشكل كبير يعني هي تدار بشكل فردي، كل صاحب منشأة كل صاحب اسف وحدة هو اللي يقوم بعملية الايجار للغير. اثنين، التوزيع بتاعها ما هواش برضه توزيع يعني لائق لحركة السياحة الدولية اللي احنا بندور عليها. هنجد مثلا في القاهرة وفي المدن الكبيرة في توزيع كبير في عدد كبير من هذه الشقق، ولكن في مناطق تانية مثلا في البحر الأحمر مش موجود كتير. في الساحل الشمالي كتير طبعا، ولكن بتعمل في فترة الصيف. وبيبقى الحقيقة ده بيبقى حل للسياحة الداخلية ان هي تجد لنفسها طبعا للمصريين ان هم يلاقوا اماكن يسيفوا. عظيم. فمحتاجين ان احنا يبقى عندنا رقم واحد اطار تشريعي لتنظيم هذه الوحدات مش فندقيه، الشقق يعني الجاهزه. اثنين، العمل على بيسموها ايه تنظيم عمل هذه الوحدات من حيث الفرش والتجهيزات الداخلية علشان تبقى قادرة فعلا على خدمة السائح والسياحة الدولية. صحيح. أنا بشكرك جدا جدا يا عمرو بيه، كل الشكر لعمرو بيه القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية للتنشيط السياحي. هقول لك إيه اللي بيدور في بالي علشان تبقى عارف. كل الناس في أي حتة في العالم بتمشي ورا الشخصيات العامة والشخصيات الكبيرة، يمشوا وراء نجوم السينما، يمشوا وراء نجوم الموسيقى، يمشوا وراء الزعماء، وراء الرؤساء، وراء الملوك. يعني يمشوا وراهم، يعني بيمشي وراء اللي هم بيعملوا، بيشوفهم بيعملوا ايه. يعني في مدينة شهيرة
اصبحت شهيره بالمناسبه، وكانت مدينه صغيره جدا اسمها سان تروبي، ما كانتش مشهوره وما كانتش مقصد سياحي هام وما كانتش مقصد سياحي فاخر، بسبب زياره نجمه سينمائيه تحولت سان تروبي الى موضه بتاعه الأغنية، موضه بتاعه نجوم السينما العالميه الى اخره. انا بقول لك الكلام ده لان انا شايف قدامي مشهد، مشهد هو صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية. أصبح الشيخ محمد بن زايد موجود في الساحل الشمالي تقريبا بشكل سنوي، أظن دي السنة الثالثة اللي يجي يقضي فترة من فترات أجازته الصيفية في العالمين الجديدة، في الساحل الشمالي بجمهورية مصر العربية. ده معناه إنه صاحب السمو رئيس دولة الإمارات شايف إنه الساحل الشمالي دي وجهة للسياحة الفاخرة، خد بالك، وجهة للسياحة الفاخرة يقدر يقضي فيها جزء من أجازته الصيفية. بطبيعة الحال هتجد إخواتنا في دولة الإمارات هيقبلوا، نفس القصة هتجد إخواتنا في سائر دول الخليج هيقبلوا، مع زيارة ملك البحرين، مع زيارة ناس من السعودية، مع زيارة ناس من الكويت، مع زيارة الناس من عمان، إلخ إلخ إلخ، من أي حتة، من شمال إفريقيا، من أي حتة. تخيل أنه ده يؤدي أيضا بالمناسبة إلى أنه زعماء ورؤساء وقادة الدول وأمراء هيجولك من أوروبا بطبيعة الحال في وقت من الأوقات، وقد يكون ممكن ما يبقاش في الموسم ده، ممكن يبقى في الموسم اللي جاي، تجد الناس دي موجودة بتقضي هي كمان جزء من أجازتهم السنوية في فصل الصيف عندك هنا في جمهورية مصر العربية. قد يختار بعضهم الساحل الشمالي المصري، قد يختار بعضهم سواحل البحر الأحمر، قد يختار بعضهم جنوب سيناء، يختار زي ما يختار. إذن مصر هنا تقدر تقول بقى تختم كده، مصر أصبحت مقصد سياحي عالمي لكبار الأسماء العالمية، صح ولا أنا غلطان؟ مش ده اللي احنا شايفينه قدامنا أو أنا وإنت دلوقتي وإحنا بنتكلم؟ في رئيس دولة كبيرة مهمة صديقة بيقول يا جماعة أنا بحب أقضي جزء من أجازتي الصيفية في الساحل الشمالي المصري، أنا بحب كده، بيتبسط. مسألة أصلها ما فيهاش مجاملات خالص. هنا هتلاقي انه مثل هذه العادات الجيدة هتبدأ تنتشر. طب ده معناه ايه؟ معناه مصر بالتأكيد بلد آمن، مصر بالتأكيد بلد جاهز سياحيا لاستقبال ارفع واكبر الشخصيات الدولية، فما بالك بنجوم السينما ونجوم الموسيقى والشخصيات العامة والمش عارف ايه والكلام اللطيف ده. ده معناه كمان انه معدل الوعي السياحي لدى المصريين عمال بيتزايد، أو بمعنى أدق بيعود للمعدل الطبيعي بتاعه. المصريين اللي هم بطبيعتهم شعب مضياف، شعب ودود، شعب مرحب، عنده طول الوقت ترحاب، شعب حبوب، شعب مبتسم، شعب يستطيع دائما يكرم السائح. على كل من هنا أقدر أقول لك أنه في موسم سياحي جيد جدا في الصيف الحمد لله والشكر لله، وبإذن الله أكثر جودة فيه الموسم الشتوي. تعال بقى نشوف فيديو، فيديو عن ابننا محمد عمر حرب. صديقي محمد عمر حرب عنده سمنة مفرطة ومحتاج علاج، يطالب بالعلاج على نفقة الدولة. خلونا نشوف محمد عمر حرب حالته ازاي وبيطالب بايه ونرجع نكمل الكلام. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اسمي محمد عمر حرب، سني 20 سنة وبستغيث ببرنامج التساعة، وانا من ابو حماد شرقية، سني 20 سنة والوزن 230، وكنت بروح المدرسة أصحابي يضحكوا عليا يا تخين، وأوصى رجل الناس بتضحك عليا يعني، كنت بالعافية بمشي، ودلوقتي ولا قادر أصلي ولا قادر أطلع ولا قادر أعمل أي حاجة.
رجعت عشان اعمل فيه ونفسي اصلي ونفسي ارجع بني ادم طبيعي واروح مع الناس وبين اصحاب واروح العزيان واروح الافراح واعرف اطلع. القعدة مش حلو، القعدة شين. ونفسي اشتغل، قالي شغلانة حلوة واطلع تاني اخس ابقى بني ادم طبيعي. طيب انا معايا محمد عمر حرب على التليفون. ازيك يا ابو حميد؟ مساء الخير يا فندم. مساء الفل يا محمد. ايوه يا فندم. سامعني حلو؟ اه يا فندم سامعك حلو. اخبارك ايه؟ طمني عليك الاول. الحمد لله. قول لي يا محمد انت عايز ايه؟ انا عايز يعني نفسي امارس حياتي الطبيعيه، اصير زي اي شاب، كل اصحاب، اقدر اصلي، اقدر اعدي الحمام، اروح فرح، اروح عزا. انت كملت في المدرسه لحد سنه كام يا محمد؟ انا خلصت ثالثه اعدادي واول يوم، اول اسبوع وانا في الدبلوم زمايلي كانوا بيضحكوا عليا وضربوني وما قلتش بروح المدرسه بسبب كده، وكان كل الناس تضحك عليا في الشارع. طيب وانت دلوقتي بتشتغل ولا لا؟ اشتغل ما حدش يعني ما بقدرش امشي اكتر من 20 متر، وحتى لو هشتغل مع مين؟ حدش هيشغلني يا فندم، ومفيش اي دخل، مفيش اي حاجه. انت قلت ان بستغيث ببرنامج التاسعه. اه يا فندم انا بستغيث ببرنامج التاسعه وبستغيث بالرئيس الموقر سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي وكيل الوزراء، بوجه رسالة لكل المسؤولين ان كله يساعدني ان انا ارجع بني ادم اقدر امارس حياتي الطبيعية. طيب بص بقى محمد، اولا ربنا سبحانه وتعالى اكيد اكيد هيجبر بخاطرك بالقوي بالقوي. يا رب يا فندم. كويس. احنا يعني اول ما صورنا معاك الفيديو فبدأنا كده ايه في تواصل مع وزير الصحة، ماشي، وبعتنا له الفيديو اللي احنا صورنا مع بعض فيه، وانه انت عايز انه يعني نعالج موضوع السمنه المفرطه ده، وعايزين باذن الله سبحانه وتعالى بعدها هنبدا برضو نشتغل مع بعض على ان احنا ايه نظبط شغل كويس وكلام من ده، بس الاول نطمن على صحتك. فثق ان ربنا هيجبر بخاطرك تالت ومتلت. واثق من كده ولا لا؟ يا رب يا فندم يا رب. طيب فدي نمره واحد. انا بس عايز اسالك يعني احنا لازلنا وانا بكلمك اهو احنا على اتصال مع الوزير واحنا بنتكلم، فزملائي بيكلموا مكتب معالي الوزير واحنا معاك. انا مش هقفل غير لما باذن الله سبحانه وتعالى ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربنا يجبر بخاطرنا احنا الاثنين. انت وزنك وصل كام يا محمد؟ انا وزني اكتر من 230 كيلو. ان شاء الله ربنا يدي لك الصحه. وطولك قد ايه؟ أنا طولي 175 176 سم. 175 ده أنت طولي بقى يا عم محمد بقى. طيب يا عم. ده أنت أحسن واحد في الدنيا. أنا ما بقدرش أطلع في الشارع، لما بطلع في الشارع الناس كلها بتضحك علي. لا والله أنت هتطلع بإذن الله للشارع وبإذن الله هتبقى زي الفل، وبإذن الله محدش هيدوس لك على طرف تاني. بص يا محمد، إحنا بنتكلم سيد وزير الصحة الحقيقة وجه بعلاجك فورا فورا، يعني وأنا بكلمك أهو حصل الاستجابة إنه سيد وزير الصحة قال يا جماعة إحنا جاهزين لعلاج محمد فورا. بكرة بقى 9 صباحا بإذن الله هتروح لمكتب وكيل وزارة الصحة عندك في الشرقية في الزقازيق. تمام يا فندم. هتلاقي الناس هناك مستعدين لمقابلتك فورا وهيعملوا كل اللازم، واحنا معاك خطوة بخطوة. يا رب يا فندم. ماشي؟ يبقى الساعة 9 صباحا يا ابو حميد. اصحى من بدري هقول لي. بصحى بدري يا فندم. خلاص اصحى من بدري 9 صباحا هتبقى في عند وكيل وزارة الصحة في الزقازيق عندك في الشرقية، هتلاقي الراجل بإذن الله سبحانه وتعالى منتظرك وهيعمل لك اللازم كله. يا رب يا فندم. بإذن الله تحت أمرك وربنا يجبر بخاطرك دايما.
ربنا يكبر بخاطركم زي ما هتكبروا بخاطر يا رب يكرمك يا رب ويعزك. بشكر برنامج التاسعة وبشكر وزير الصحة وبشكر كل السادة المسؤولين اللي ساعدوني وهيساعدوني ان انا اقدر ارجع بني ادم تاني وامارس حياتي الطبيعية. يا عم انت سيد الناس ترجع بني ادم ايه، ما انت زي الفل وسيد الناس كلها، ما تقولش كده. بكرة 9 صباحا يا باشا الناس مستنياك، ماشي الكلام؟ يا رب يا فندم بإذن يا الله فن. وتقوم لنا بألف سلامة حبيبي يا محمد. طبعا شكر موصول لمعالي وزير الصحة ووكيل الوزارة في محافظة الشرقية، ألف شكر يا جماعة. هستأذنكم هنطلع للفاصل وهنرجع بعد الفاصل. تخيل كنت بتكلم على السياحة اليابانية، بس احنا دلوقتي هنتكلم على التعليم الياباني، الجامعة المصرية اليابانية، واحدة من أبرز وأهم واجهات التعاون ما بين مصر واليابان، النموذج الياباني في التعلم ازاي نقدر نستفيد منه. انتظرونا مع الدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره تانية. الجامعه اليابانيه للعلوم والتكنولوجيا، وفي دردشه وديه سريعه فلقيت انه هناك الكثير من الامور المشجعه جدا ان الواحد ياخد بعضه بصراحه ويروح يزور الجامعه اليابانيه للعلوم والتكنولوجيا ونصور هناك. الا انه نبدا اولا بدكتور عمرو عدلي، منورنا ومشرفنا رئيس الجامعه المصريه اليابانيه للعلوم والتكنولوجيا. اهلا بيك يا دكتور. اهلا اهلا. ازاي الصحه؟ الحمد لله. كله كويس؟ كله تمام الحمد لله، ويشرفني اكون مع حضرتك. لا ده احنا اللي نتشرف. هبدا بكلمه الجامعه المصريه اليابانيه للعلوم والتكنولوجيا. ايه هي التخصصات اللي موجوده في الجامعه يخليها مختلفه؟ تمام. ونموذج التعليم الياباني مختلف عن ايه؟ يعني مختلف عن مثلا الامريكي او البريطاني في ايه؟ تمام تمام. طيب اولا يعني احب بس يعني اقول الجامعه بدات ازاي، لان ده له علاقه بسؤال حضرتك. هايل. الجامعه بدات يعني، وده طبعا الفضل والفكره كانت معالي السفيره فايزه بنجا اللي هي حاليا رئيسة مجلس الأمناء وقت ما كانت وزيرة التعاون الدولي. هيل. حضرتك الجامعة بدأت عشان تكون مركز تميز في البحث العلمي وفي التعليم وفي دعم الصناعة في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، وعشان كده الجامعة بدأت دراسات عليا فقط من 2010 ل 2017 شراكة كاملة بين مصر واليابان. برضو ده رد على حضرتك، شراكة كاملة. اللي بيحكم الجامعة قانون خاص بيها، مش قانون 49. 20 فرد مجلس أمنا، 10 مصريين و10 يابانيين برئاسة معالي السفيرة فايزة بنجا وعضوية نائبة رئيس الجايكا والسفير الياباني ورئيس تويوتا تسوشو مثلا يعني، وطبعا قامات أخرى مصرية. وحتى إدارة الجامعة، إعلان رئيس الجامعة بيعلن في مصر واليابان، ولو تم اختيار رئيس مصري بيبقى في نائب واحد مصري واتنين نواب يابانيين كما هو الوضع الحالي. هيل. حضرتك نشأة الجامعة اللي أنا قلتها دي خلت حسب الشراكة اللي بين مصر واليابان، طبعا مصر عليها مسؤوليات واليابان عليها مسؤوليات، حكومة اليابان كانت من خلال الجايكا مسؤولة تجهز الجامعة بمراكز تميز ومعامل ملهاش مثيل في الشرق الأوسط تحت سقف واحد، وبدو حضرتك انك تيجي في الشرق الاوسط كله. هذا الكم من مراكز التميز والمعامل المتميزه ما يجتمعوش تحت سقف واحد في جامعه واحده في الشرق الاوسط، قد يوجد بعضهم في بعض الجامعات. بالظبط كده. حضرتك واختيار اعضاء هيئه التدريس نتيجه للنشأه اللي انا بقولها لحضرتك، تم اختيار افضل علماء في مصر مش المدرسين. وانا عايز اقول هنا ان الطالب وهو بيدرس مش مسألة مقرر، مسألة مين اللي بيعلمه. صح. وبيستفيد من خبراته ازاي. صح. ومن خبراته الصناعية كمان. طيب ايه التخصصات اللي موجودة حضرتك؟ طبعا احنا بدأنا مرحلة البكالوريوس من 2017 بس، يعني الجامعة عدت 7 سنين دراسات عليا فقط. وهي لا تزال مركز بحثي، والدليل ان احنا في طبعا معرض الابتكار بتاع أكاديمية البحث العلمي احنا اخذنا المركز الاول في مؤشرات براءات الاختراع، لان تم تسجيل 90 براءة اختراع في اقل من 10 سنين في الجامعة، وعندنا حاضنات وعندنا شركات بتنشأ. انا مش عايز اتكلم على ده دلوقتي، انما حضرتك لما بدأنا في 2017 مرحلة البكالوريوس
بدأنا هي أساسا طبعا الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا. كل تخصصات الهندسة موجودة عندنا ما عدا يمكن هندسة مدنية مش عندنا. إنما عندنا كل تخصصات الهندسة. عندنا كلية إدارة أعمال دولية كمان. وإلى جانب ذلك عندنا كلية حاسبات ومعلومات أو برنامج حاسبات ومعلومات، صيدلة، عمارة مستدامة، وفنون وتصميم. في الهندسة حضرتك كل التخصصات اللي تخطر على بال حضرتك، تخصصات طبعا جميع أقسام ميكانيكا، اتصالات، إلكترونيات، كهرباء، قوة كهربية، هندسة بيئة منذ نشأة الجامعة وفيها كلية البيئة والطاقة والكيمياء والبتروكيماويات منذ نشأة الجامعة. وعلى فكرة احنا كل فترة بنطلع الكربون فوت برينت بتاع الجامعة له علاقة ايه بالبيئة. دي التخصصات. حضرتك بقى بتسأل طب يا ترى النموذج الياباني يفرق ايه؟ طبعا مسميات الكليات اللي عندنا مش هي المسميات اللي في الجامعات المصرية. يعني احنا عندنا كليات، كلية الاتصالات والإلكترونيات دي في الجامعات المصرية ممكن تبقى أقسام، إنما إحنا لما اتعملت المناهج واتعملت الكليات اتعملت بالشراكة مع 15 جامعة يابانية، ولا يزال الشراكة دي قائمة. مفيش منهج أو مقرر بنعمله إلا بالشراكة مع دول. وال 15 جامعة دول عشان حضرتك تبقى عارف في ينتموا ليهم أكتر من 22 ياباني أخذوا جايزة نوبل من 15 جامعة اليابانية دي. والتنسيق كامل، وأي طالب دراسات عليا بيبقى له مشرف ياباني وبيقضي وقت في اليابان. حضرتك نظام الدراسة الياباني معتمد على، لو بنتكلم على كلية الإدارة الأعمال الدولية، نموذج اسمه الزيمي سيستم الياباني. الزيمي سيستم ده اللي هو التعليم الفعال، مش مسألة ان الطالب متلقي، لا. عشان كده احنا الفصول اللي عندنا حضرتك تلاقي الترابيزات بتاعت الطلبة في الفصول فيها أرك وعلى عجل، لأنه الدكتور ممكن يقلبها دايرة، يقلبها دوائر، جروب ستادي، طبقا لشكل التفاعل ما بين الطالب طبقا لشكل التفاعل بالظبط كده. دراسة فعالة. لو جينا بنتكلم على الكليات، أنا طبعا نسيت أقول برضو إن إحنا عندنا برامج في البيسيك ساينس، يعني عندنا يعني نظم في البكالوريوس في العلوم والكيمياء والفضاء والنانو تكنولوجي للي عايز يدخل يعني التخصصات دي. حضرتك إحنا بقى الجامعة نظامها إنه لازم الطالب يمارس بإيده كل التجارب في المعامل. جرعة المعامل عندنا تقيلة شوية ولازم الطالب يمارسها بإيده. وأحب أقول لحضرتك إن لما حصلت موضوع كورونا في جامعات كتير طبعا في مصر لجأت للتعليم عن بعد. الجامعة المصرية اليابانية المحاضرات بس اللي كانت عن بعد، ولكن الامتحانات والمعامل تم تأجيلها للصيف، والطلبة جم قعدوا شهرين مكثفين. لازم يعمل التجارب بإيده الطالب ولازم يمتحن عندنا مش عن بعد. في موضوع آخر مهم جدا، بناء شخصية الطالب صح وبناء ثقافته منذ اليوم الأول. وطبقا للنموذج الياباني كان في مركز بينشأ مع كل الكليات اسمه مركز الآداب الحرة والثقافة، الليبرال ارتس اند كلتشر سنتر. وده اي طالب عندنا بيدرس 3 كورسات ياباني على فكره قبل ما يتخرج، وبيدرس كورسات ثقافه ياباني، وبيدرس مواد ليها علاقه بالقيم وبناء الشخصيه، وبيدرس مواد ليها علاقه بالثقافات الاخرى، وبيدرس مواد ليها علاقه برياده الاعمال كتيره. وعلى فكره احنا خدنا جايزه دوليه من المجلس الدولي لرياده الاعمال International Council of Small Business اللي في واشنطن، خدنا ان الانكيوبيتور الحاضنه بتاعتنا خدت جايزه بتاعه هذا المركز منذ شهر ونص تقريبا. حضرتك الطالب لازم تبني وجهه نظر اليابانيين ان انا مش هكسب حاجه اما اطلع مهندس كويس او صيدلي كويس من غير ما ابقى متاكد من شخصيته. صح.
المواد اللي بيدوها دي مواد إجبارية مش مواد اختيارية. إلى جانب كده بقى الجامعة احنا طبعا شغالين بكونسبت تاني خالص، ويعني هقوله لحضرتك لأنه له علاقة برؤية مصر 2030 وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030. احنا عندنا أنشطة كتير، الأنشطة ما بتقفش، وعندنا مراكز لتعليم لغات أخرى. احنا بنعلم ألماني وأسباني للي عايز يعني، وفرنساوي للي عايز. ده كان الياباني إجباري، الإجباني إجباري 3 كورسات. أنا أحب أقول لحضرتك معلومة أخرى كمان، الصيف ده أول مرة بدأنا كورس مكثف ياباني للطلبة اللي عايزين اختياري من غير ما يدفعوا أي حاجة، لتأهلهم لاجتياز امتحانات اللغة اليابانية بتاعت الحكومة اليابانية لمن يرغب أن يعمل في اليابان، اللي هي اللانجوج سيرتيفيكيشن. حضرتك الجامعة طبعا متميزة جدا، الجامعة على فكرة من أعلى الجامعات المصرية في النشر لكل عضو هيئة التدريس، تمتلك مجموعة من العلماء البارزين جدا في مصر. الجامعة طبعا يعني في تصنيف تايمز للجامعات العربية الأخير كانت رقم 4 في مصر ورقم 22 على العالم العربي رغم أنها عهدها صغير. والحكومة اليابانية من 4 سنين قررت تدي 150 منحة للطلاب الأفارقة لدراسة الماجستير في الجامعة المصرية اليابانية. الله. أنا أحب أقول لحضرتك أن تم، إحنا وصل لنا كم بقى أبليكيشن؟ أكتر من 10,000 أبليكيشن من الطلاب الأفارقة، ودول بيخلصوا، والحكومة اليابانية جددت هذا 150 منحة تانيين، 100 منهم دكتوراه و50 ماجستير هنبدأ فيهم في ال3 سنوات القادمة. إنما اللي عايز أقوله لحضرتك عشان حضرتك يعني تتخيل برضو معايا الجامعة فكرها مختلف إزاي. لو بصينا على ال90 براءة اختراع تلاقي حضرتك مين اللي مشترك فيهم؟ مشترك فيهم طبعا أساتذة مصريين، مشترك فيهم أحيانا الأساتذة اليابانيين اللي بيشرفوا معاهم، مشترك فيهم طلاب الدراسات العليا، مشترك فيهم مهندسين المعامل اللي اشتركوا، وبعض براءات الاختراع مشترك فيها طلاب في مرحلة البكالوريوس. احنا عندنا براءات اختراع تم تقديمها عليها أسماء طلاب أفارقة من اللي لسه جايين ودرسوا معانا طبقا للمنحة اليابانية. طيب أنا أستأذن حضرتك أن أنا عايز أقعد أتكلم شوية على مسألة براءات الاختراع والفرق البحثية. أيوة. اللي هو بالمصري البسيط كده زي ما بنتفرج في الأفلام الأمريكاني، فريق بحثي بتاع الجامعة الفلانية قدر أنه يخترع كذا أو يكتشف كذا إلى آخره، على ما يبدو أنه ده اللي موجود في الجامعة المصرية اليابانية، فرق بحثية. أيوة. فيها عدد من المشاركين طبعاً. طلب أفارقة مصريين، مهندسين المعامل يابانيين، الأساتذة الطلبة مصريين يابانيين إلى آخره. صحيح. أستأذن أن أروح للفاصل وأفهم دي بالراحة شويتين لأنه دي أكتر حاجة جذابة بالنسبة لي. حاضر. فاصل ونكمل الكلام. لا، اللي أنا سمعته في الفاصل الحقيقة من دكتور عمرو عدلي حاجة خيال، خيال بالمعنى الحرفي دون أي مبالغة. وتطرقنا في الحديث إلى تحقيق رؤية 2030، يعني حدوتة كبيرة. هرجع الأول لدكتور عمرو عدلي بكل الترحيب، وهرجع ليه يمكن السؤال اللي أنا كنت بسأله. تمام. على الطاير كده زي ما يتقال. تمام. في مسألة الفرق البحثية اللي موجودة جوه، يعني أنا عندي جوه المعامل بتاعتي في المصرية اليابانية فيها الفرق البحثية المختلفة على اختلاف التخصصات، في حرية كاملة للبحث العلمي، وكمان بنشر وباخد براءات اختراع طبعا، والفرق متعددة الجنسية مصريين وأفارقة ويابانيين، وبنشترك في مسابقات، الطلبة بيشتركوا في مسابقات زي مسابقات الروبوتس وزي مسابقات، وبياخدوا جوائز وبيستعملوا المعامل طبعا. بس هو زي ما بقولت لحضرتك أستاذ يوسف، هو الطالب بيتعامل مع مين؟ هو بيدردش مع مين؟ مين اللي بيدرس له؟ دي مجموعة من أعلى العلماء اللي موجودين في هذا الوطن، دي تفرق كتير قوي. طبعا. قد يكون المنهج متماثل في جامعات أخرى، إنما مين اللي بينقل المعلومة؟ الناس دي عندها خبرات كتير قوي، خبرات صناعية وخبرات بحثية، وهم بيدرسوا المحاضرات، الكلام ده بيطلع في الدردشة، وده اللي بيفرق في سعر الطالب لما يتخرج. طيب.
واحنا بنتكلم تطرقنا للحديث على تحقيق رؤية مصر 2030 تمام. وانه ده علشان يتم عن طريق مؤسسات البحث العلمي والتعليم العالي تمام. والمصرية اليابانية بالتأكيد ليها دور كبير في ده. المصرية اليابانية حضرتك بتترجم ده بحذافيره. خليني ارجع مع حضرتك لثلاثة من اهم اهداف رؤية مصر 2030 بناء الانسان المصري، مش كده؟ زيادة القيمة المضافة في الصناعات المصرية صح، و إتاحة فرص عمل لائقة. هايل. ده اللي كان اللي مكتوب بالتحليل. طيب فيما يخص بناء الإنسان المصري، أنا بحكي لحضرتك عن منظومة مركز الآداب الحرة والثقافة وبناء الثقافة وبناء الشخصية وبناء القيم والانفتاح على ثقافات أخرى. احنا يعني الكامبس بتاعنا حضرتك، تخيل حضرتك لما يبقى فيه انشطه رياضيه فيها افارقه من كل الجنسيات وعرب ومصريين ويابانيين. فيما يخص بناء الانسان، وعلى فكره احنا اللوائح الجامعه عنيفه جدا في موضوع غش او مش غش، ما عندناش الكلام ده يعني. طيب نيجي بقى نتكلم على زياده القيمه المضافه في الصناعه المصريه. حضرتك مشكله مصر ايه؟ وأنا يعني أستاذ هندسة واشتغلت مع الصناعة كتير في حياتي، يعني على فكرة وأنا كنت في فترة مدير إدارة البحوث والتطوير في مركز تحديث الصناعة كمان يعني في 2006 و2007. حضرتك إحنا كل الجهات الصناعية أو 90% أو 95% من الجهات الصناعية ما فيهاش إدارة بحوث وتطوير، ما فيهاش قطاع بحوث وتطوير. لو حضرتك عايز تزود القيمة المضافة أنت محتاج بعض أنشطة القيمة الوطنية المضافة، يعني تستبدل حاجات بتستوردها اللي صح. هي مأثرة على مشكلة الدولار مثلا طبعا. دلوقتي لو حضرتك عايز تعمل كده محتاج بعض أنشطة البحوث والتطوير. الطبيعي أن حضرتك تلجأ للجامعات والمراكز البحثية، وهنا أقول لحضرتك إحصائية صغيرة. الفرق بين مصر واليابان، اليابان 70% من قدراتها البحثية في الشركات مش في الجامعات، عشان كده بتلاقي تويوتا وبتسوبيشي وكل الشركات دي مطلعين براءات اختراع طالعة من عندهم من مراكزهم البحثية. إنما مصر 96% من إمكاناتها البحثية في المراكز البحثية والجامعات. بمعنى لو عايزين، لو في أمل نرفع القيمة الوطنية المضافة في الصناعة المصرية لن يحدث من غير إشراك الجامعات والمراكز البحثية. إحنا بنقوم بدورنا وبنعمل شغل كتير قوي، كونسلتيشن واستشارات مع الصناعة وتطوير، يعني كل يوم بيجي لنا طلبات وده طبعا دخل إضافي للجامعة. نيجي بقى الفرص العمل اللائقة. حضرتك أكيد سمعت يعني فخامة الرئيس بيتكلم كتير على إن إحنا بنخرج حوالي 1,000,000 خريج جامعي كل سنة، وده معناته إن إحنا محتاجين نخلق هذا الكم من فرص العمل. حضرتك لازم تشوف خريطة العالم. خريطة العالم في حاجة اسمها معامل الأعمار، الإيجينج إندكس. معامل الأعمار في مصر بيقول إن في حلول 2040 كل واحد طالع معاش في 3 شباب داخلين سوق العمل. إنما في اليابان العكس، كل 3 طالعين معاش واحد. في أوروبا كلها كل 2 طالعين معاش في 1 فقط أوروبي. يبقى أنا لازم المناهج بتاعت الجامعات المصرية تتفصل بأعلى معايير دولية لتأهيل الخريج بتاعي يسد احتياجات الوطن وسوق العمل الدولي وسوق العمل. وحضرتك تعلم على فكرة سد احتياجات سوق العمل ممكن يكون إن هو يروح هناك، وممكن يكون إنه يشتغل من هنا. وطبعا معالي وزير الاتصالات بيعمل شغل في هذا، الدكتور عمرو طه. وحضرتك أكيد بتسمع إن من أهم موارد مصر في العملة الصعبة تحويلات المصريين اللي في الخارج. طبعا. لازم حضرتك يبقى عندك ناس مؤهلين عشان يستحوذوا على فرص العمل الدولية، وده اللي بيحصل لما بنفصل المناهج. في بقى مسار ثالث احنا شغالين فيه، جرعات ريادة الأعمال الكبيرة علشان تأهيل الخريج لبداية العمل بتاعه في حالة إن هو مش عايز ياخد فرصة عمل محلية أو دولية. فالثلاث حاجات دول فلسفة المناهج اللي بنعملها.
وفلسفة المناهج اللي بنعملها بالمناسبة طرق التدريس، من ضمن طرق التدريس التدريس عن طريق البحث أو عن طريق المنافسة. ليه؟ لتأهيله لخدمة الصناعة. ده غير بقى الشغل اللي حصل مع الصناعة، احنا طورنا منتجات لشركات، في منتجات طلعت. دكتور أنا طول الوقت الحقيقة مهموم بحاجة كده. أيوة فهمت. ليه الشركات الصناعية اللي عندي في مصر ما عندهاش وحدات research and development؟ طيب وهل هم فاهمين أهمية ده بالنسبة لهم؟ يعني بره في اليابان وفي أوروبا في الولايات المتحدة الأمريكية، وحضرتك أدرى مني بالسوق في الولايات المتحدة الأمريكية شغال إزاي والصناعة شغالة إزاي. تمام. أنا بروح جاي بقول والله أنا عايز أرعى هذا الفريق البحثي في الإطار صح. بتاع كذا لتصنيع أو تطوير أو ابتكار كذا صح. وأنا اللي هدفع كل التكلفة مهما كانت، هنفترض إنها 1 بليون صح، في مقابل انه المنتج النهائي اللي طالع الاختراع ده براءته محسوبه لشركتي انا. فمثلا حضراتكم عندكم قسم صيدله، فانا تمام. ممكن ابقى كمصنع منتجات دوائيه اقول والله يا جماعه ال1 بليون دولار اندستري دي، انا يا جماعه هحط لكم ال1 بليون في البحث الكذا، بس هيبقى ملكي. ملكي صح، الملكيه الفكريه بتاعتي انا. صح صح صح. ده مش موجود عندنا ليه؟ هقول لحضرتك ليه. لا ده يعني على القطاع الخاص عندي ما بيفكرش كده، انه ينفست جوه المراكز البحثيه بتاعت الجامعات. هم بداوا حضرتك، بس انا هقول لحضرتك القصه طبعا، ان طالما انا جبت خط انتاج تيرنكي يبقى انا مفيش حاجه اعملها. وعايز اقول لحضرتك انا لو فصصت خط الانتاج، لو فصصته يعني سيور ومواتير وكونكتورز وحاجات ميكانيكال، كل الحاجات اللي فيها لو فصصته حضرتك تلاقيه بربع الثمن. لما حضرتك تجيبه جاهز حضرتك دفعت ثمن النو هاو بتاع اللي جمعه ودفعت شحن ودفعت احنا دلوقتي في سوق عالمي، بمعنى المنتج اللي هو عامله بتلت الثمن بيتباع عالميا بنفس سعر المنتج اللي حضرتك حملت عليه كل الاوفر هيد ده. صحيح. وفي النهايه بقى هامش الربح بتاع حضرتك قد كده، وهو هامش الربح بتاعه قد كده، هو بيفيد الدوله في ضرائب قد كده، حضرتك مش بتفيد الدولة في ضرائب كبيرة، هو قادر يدي مرتبات كبيرة، حضرتك مش قادر. وما تقدرش تغلي السعر لأن السعر العالمي معروف. حضرتك ما تنساش حضرتك إن احنا كنا عشنا فترات في جمارك على المنتجات الأجنبية، والكلام ده اتفك باتفاقية الشراكة مع أوروبا بالضبط كده. فحضرتك الوضع دلوقتي إنه يعني أساساً الشركات والمصانع ما كانش فيها ادارات، طبعا مش بعمم يعني، ما كانش فيها ادارات بحوث وتطوير لان هم ما كانوش محتاجين، هم اخرهم كانوا محتاجين مهندسين صيانه او تشغيل مش اكتر من كده. انما مع موضوع الدولار اللي ظهر والعمله الصعبه و الحقيقه بدات بعض الشركات تفكر تفكير اخر، وتفكير اخر هم مضطرين له. وده اعتقد في صالح البحث العلمي التطبيقي في الجامعات والمراكز البحثية. ما أنا مش هينفع أبقى بتكلم عن الجامعة المصرية اليابانية اللي هي تقريبا يجي 80% من شغلها عملي وأنا بتكلم جوه الاستوديو. تمام. فأنا عايز أستأذن حضرتك أنه تسمح لنا بزيارة للجامعة. ده تنوره. ونروح ومش طبعا. بقى نتفرج، نسعد بأن احنا نقعد نصور ونشوف ونطلع وما إلى ذلك. أي حاجة علم بالنسبة لي في الدنيا بتبقى مبهرة، لان انا خريج اقتصاد مش خريج كليه علميه، فانا ببقى منبهر جدا بالعلوم وبالتكنولوجيا طول الوقت. فانا عايز اشكرك جدا يا دكتور، جدا نورتني وشرفتني واسعدتني الى ابعد الحدود. متشكر يا فندم. ده اول يوم ليا بعد الاجازه، فيبقى اول يوم ان انا اسعد بلقاء الدكتور عمرو عدلي، ده شيء شرف كبير بالنسبه لي حقيقي يعني. اشكرك جدا يا دكتور، شكرا جدا لحضراتكم. خريجين الثانويه العامه، فكر بقى في الجامعه المصريه اليابانيه كده على راي الجماعه اللبنانيين، على مهل بالراحة. خلصت الحلقة لحد كده، وثواني يكون موجود كريم رمزي برنامجه رقم 10. أما احنا لو كلنا العمر هنكون موجودين معاكم بكرة إن شاء الله في نفس الميعاد وبرنامجكم التاسعة. سلامات.